بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على رسوله الهادي الامين محمد المصطفى واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد السلام عليكم اعزتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته مرة أخرى نلتقي وإياكم على رحاب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبرنامجكم شخصيات هاشمية هذا البرنامج الذي عودناكم به أن نسلط الضوء على أحد رموز البيت الهاشمي، هذا البيت الذي اعز الله به العرب والمسلمين، هذا البيت الذي يكفيه فخرا ان فيهم العظماء والعلماء، هذا البيت الذي منه خرج خاتم النبيين محمد صلى الله عليه واله. وفي هذا اليوم نقف لكي نقرا سيره ومسيره عبد الله والد النبي الاعظم هذا الصلب الذي منه برز نور النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته الكرام جدير بنا ان نقرا شيء ونثقف انفسنا عن مسيره هذا العظيم عبد الله والد النبي واول ما يستوقفنا في حياه عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه واله انه ابن عبد المطلب وعبد الله له من الاشقاء الزبير وعبد الكعبه وابو طالب والد امير المؤمنين سلام الله عليه. باعتبار ابو طالب وعبد الله هم اخوان وشقيقان ومعهم ثلاثه من الاخوات هن اميمه وعاتكه وبره هذه الاسماء بمجموعها من ام واحده وهي فاطمه بنت عمرو بن عائذ من بني مخزوم مخزوميه عبد الله الذي تحدثت الاخبار بشيء عن ولادته ان اليهود كانوا يتقصون امره حتى ان الوافد من مكه كان اذا وصل الى اليهود يسالونه عن ولاده عبد الله فيقولون له كيف تركته فيجيب السائل انه بخير ووجهه يتلألأ بالنور فيجيب اليهود على ان ذلك النور ليس منه ذاتا بل لان في صلبه محمد صلى الله عليه واله خاتم النبيين كما ينقل صاحب كحل البصر في سيره سيد البشر محمد صلى الله عليه واله فيما ينقل من شذرات وومضات تخص هذا العظيم والد النبي عبد الله إنه كان جميل الوجه حتى ينقل صاحب المناقب على إن النساء تألمن تحسرا حيث لم يظفرن به بالزواج مثل ما ظفرت به أم النبي الأعظم النجيبة الطاهرة آمنة بنت وهب. واكثر من ذلك هناك بعض الاخبار التاريخيه ان اليهود كانوا يتربصون بولاده عبد الله كما ينقل صاحب كتاب ازهار بستان الناظرين ابو العباس المكي الشامي الموسوي ينقل في كتابه بعض القصص التي تحكي عن تربص اليهود في ولاده عبد الله والد النبي الاعظم صلى الله عليه واله خوفا من خروج هذا الخاتم الاعظم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الكرام. فيما يخص عبد الله والد النبي من حيث مقامه الاعتقادي ومقامه الديني فليس هناك شك او ريب ان والد النبي هو امتداد مدرسه ابراهيم الخليل في ذلك الوادي، وادي مكه، باعتبار ان الجانب من القبائل والعشائر التي مثلت امتداد رائد مدرسه التوحيد اعني به ابراهيم على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام هو البيت الهاشمي وكان من رؤوس هذا البيت الذي سار على منهج جده ابراهيم بالاعتقاد والديانه هو عبد الله وابوه عبد المطلب وكذلك ابو طالب هؤلاء العظماء كانوا على دين التوحيد لجدهم ابراهيم الخليل فهم من نسله وهم منتمين اليه حسبا ونسبا. في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يقول ابن عباس ما زال رسول الله صلى الله عليه واله، وهذا الخبر ينقله عامه مفسري المسلمين، انه ما زال ينتقل من نبي الى نبي حتى اخرجه الله من عبد الله. وفي روايه عن الامام الباقر عليه السلام، الامام ابو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول ما زال رسول الله ينتقل من صلب نبي ساجد الى نبي ساجد الى ان اخرجه الله من صلب عبد الله وهو المترجم له في هذه الحلقه. طبعا الفخر الرازي في تفسيره الكبير عندما يمر بالايه الكريمه واذ قال ابراهيم لابيه وهو يعظه هذه الايه الكريمه يمر في شرح للايه ثم يعرج على قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين في الايه التي ذكرناها من التفسير يقول وفي هذا دليل على ان اباء النبي كلهم كانوا من الموحدين طبعا يؤسفنا انه في تاريخنا الحديث وفي يعني بعض كتب الصحاح يعني هناك روايه ان رجل ياتي على النبي صلى الله عليه واله ويساله اين ابي هو في الجنه ام في النار فيجيبه رسول الله هو في النار يقول عندما قف الرجل ناداه رسول الله قال له ان ابي واباك في النار عجيب هذه الروايه هذه مكذوبه على رسول الله كيف يعني هذه فيها جراه على رسول الله صلى الله عليه واله القران يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعني ما زال رسول الله ينتقل من اصلاب طاهره الى اصلاب اطهر ورحم طاهر الى ان اخرجه من غرز يعني الى ان كان رسول الله هو الغرس الاول من رحم امنه النجيبه الطاهره الموحده ومن صلب عبد الله واحنا نقرا في الزياره يعني في الزياره عندما نقرا احدى فقرات زياره الحسين عليه السلام اشهد انكم كنتم كنتم نورا في الاصلاب الشامخه والأرحام مطهره لم تنجسكم الجاهليه بانجاسها ما زال هذا البيت العظيم يتوارث مجد التوحيد يدا بيد وابا عن جد الى ان خرج منهم خاتم النبيين الذي كان على يديه هدايه البشر هذا النبي الاعظم صاحب مقام الشفاعه الاول يوم القيامه رسول الله محمد صلى الله عليه عليه وآله بقي ان نذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله ولد وابوه قد رحل على عن الدنيا باعتبار يعني هناك يعني حسب ما ينقل صاحب ذخائر العقبه ومصادر اخرى التي ترجمت في سيره النبي يعني كتب السيره الخاصه بالنبي الاعظم صلى الله عليه واله تذكر إن عبد الله قد فارق الدنيا على عمر قدره خمس وعشرون عاما وفي بعض الأخبار ثمان وعشرون عاما عندما توفي عبد الله بعد أن أرسله عبد المطلب كما يذكر ابن الأثير يقول أباه عبد المطلب أرسله إلى المدينة في تجارة إلى بالتمر مرض هناك مرضا شديدا وتوفي ودفن في دار النابغه الجعدي يعني هكذا هي الاخبار ولد رسول الله يتيما عبد الله والد النبي كما ينقل الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه في كتاب في كتابه عيون اخبار الرضا يعد احد الذبيحين يعني ما المقصود باحد الذبيحين؟ آباء النبي في سلسلتهم هناك ذبيحين الأول إسماعيل الذي فداه الله بكبش والآخر عبد الله والد النبي كانت القداح تخرج على عبد الله وعبد الله وعبد المطلب يزيد في الإبل إلى أن وصلت إلى مئة فخرج القداح بعد أن ضربوا القداح خرج على الإبل، ففداه أبوه بمئة ناقة، ولقد أجاد بعض الشعراء المعاصرين وهو يخاطب أبوه عبد المطلب في عملية القداح هذه، وإن يكن قد فدا ولده عبد الله يقول له يا شيخ مكة ليس العدل ما حكمت به القداح، فسطر للذبيح فدا، يقول لأ أنت هذا الذبيح. من صلبه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله مئة ومئتين وثلاثمئة وألف ولو أن نوق الدنيا تكون في ولو أن العالم فداء لهذا النطفة التي في صلبك باعتبار هي نطفة الخاتم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ولو لم تكن فضيلة لعبد الله إلا هذه الفضيلة إنه والد النبي لكفت فسلام على عبد الله يوم ولد وسلام عليه يوم رحل الى ربه وسلام عليه يوم يبعث حيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته